حبيبات قلبي، شلونش؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيبات قلبي هي اول مره اقول هيش مقدمه مرتنه، بس لعله وعسى فالخير فالجديد. سنة امي كيف محبة؟ سلامتم ستيرن بوسي زي ما سوي. المهم يا بنات نام امي بسرعة لا تقعد بحضني، واني صراحة ما عندي شغل حاليا لانه ماني عارفه منين بدي ابلش، بس اليوم الفيديو بيه شيء جديد. واخيرا قبل ما اقول شنو الفيديو، اكيد قريت العنوان وشفت ايش راح يكون في هذا الفيديو، بس عن جد يا بنات ما بي شيء يصير بدون عذاب، ما بي شيء يصير بدون انه ما تحطوكم تحت تشبيه ابدا، حتى لو عندك مصاري بدك انت تتعبيه شخصيا لحتى يصير هذا الشيء اللي انت تتمنينه. طبعا لما فتحنا المطعم فتحناه واحنا يعني مستعجلين، يعني انا سويت مطبخ من ولا شيء، يعني سويت رفوف وحطيت وظبطت، بس عندي الدنيا كانت قايمه وقاعده، ما اجذب على شيء. قد ما حاولنا نرتب ونلملم ما يعني تحسن بيه شيء لازم يتظبط اكثر من هيش، فاحنا قررنا شو نسوي؟ نظبط المطبخ تبع المطعم اكثر من هيش، لانه انا صراحه صار المطبخين مهم بالنسبه لي اكثر من المطبخ بالبيت، لانه بالبيت لا عاد اطبخ ولا شيء، بس نروح هناك اللهم ننام ونقعد ونغسل لبسنا وبس. يعني هذا المطبخ صار يعتبر يخصني اكثر من المطبخ تبع البيت. فقلت لعمر احنا مشتغلين والحز حاليا صحه يا عمي صحه، والحز احنا ما راح نوقف شيء اكيد، يعني انه نوقف المطعم او نسكر، يعني حتى اذا عمر بيوم من الايام فكر بهذا الموضوع انا راح احاول قدر الامكان انه ما اخليه يسكر. الحكى محل الحلاقة هو رجالي، ما عرف تاري شنو الشغل من الأساس، وما اتفق هو وشريك وسكر، يعني ما زبطت معاهم الشغلة، بس هذا كمطعم أنا داخلة بيه، فراح أحاول قدر الإمكان يكون مشروع ناجح إن شاء الله، وشي يعني مثله مثل اليوتيوب بالنسبة لي فعلا يا بنات. والله تعلقت بالمطعم، يعني من ناحية إنه إحنا أنا وعمر نشتغل مع بعض ومرتاحين، من ناحية إنه والله صار عندي شغل وحياة ثانية وتعب، وتعبت يمكن هالروتين هذا اللي تغير علي. المهم قلت لعمر خلص نظبط المطبخ، تجيب لي خزن للمطبخ مثل العادة، يعني مثل خزن البيت. المشكلة الولاد دعقرون وعمر دعي يشتغل جوا، فالحين راح اشوف شنو المطبخ. طبعا انا ما خلصت خالص شغل، بس اللهم جابوا مطبخين البارح ركبوه وظبطوه، وتقريبا المطعم كله يعني تحت الانشاءات تحت الشغل. فراح اسوي لكم جوله، ما اعرف اذا يخلص عمر اليوم زاد او لا، وراح اشوف لكم ايش قد احنا نحاول قدر الامكان نسوي شغلات تخلي طبخنا نظيف ومطعمنا نظيف، ونعتمد على النظافه قبل طعمه الطبخ، لانه تعرفين بهالوقت هذا عن جد يا بنات الاشلة الجاهز صايره تخافين انك تطلبين، مو من ناحيه انه لا تشوفي طعمه طيب، من ناحيه النظافه، لانه الشيء اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا يعني خليش بحياتك ما تطلبين شيء جاهز. انا نفسيتي ما احب اطلب جاهز، لانه ايش ما اعرف مين اللي قاعد يطبخ وشنو شلون الطبخ، فمشان هيك بحاول قدر الامكان اصور لكم انه يبين خلص انا هذا مطبخي تماما. افتح بث احيانا من المطبخ وانا اطبخ، ما عندي شيء مقبي، هذا شغلي وهذا ترتيبي، في شغلات البس فيها كفوف، في شغلات اضطر اني ما البس فيها كفوف ما البس، فاللي يقول لي اقول له مثلا احنا دع يسوون الخبز بالفران من دون كفوف، فانا اللي اقدر البس فيه كفوف اقدر، واللي ما اقدر ما اقدر، يعني مو غصب عني. يلا خلينا نروح نشوف المطبخ ونشوف الشغلات الجديده اللي سويناها، ولسه عاني يعني دع اشتغل، ما انه خلصت اقول لك الجوله الاخيره لا، الحق عمر دع يظبط جاب سيراميك، دع يظبط حوالينا الغاز، تعرفين الغاز ايش قد يطرش زيت وخصوصا الغلايه، فراح نركب سيراميك مشان ايش؟ مشان الزيت اللي يصير انا اقدر اجليه بالليفه والسيفه وينظف، ما انه امسح والله ودنيا وصعب يروح اصلا. يا خية يلا خلينا نقوم نشوف. فقبل ما نشوف حطوا لايك واشتركوا بالقناه اذا مو مشتركين بشغلات جديده. وعلى فكره يا بنات الاضاءه اعرفها الصفر عندي، بس زاد على الاضويه، هذا الضوء انحرق، هذا الضوء احسن شيء واحسه يعادل الاضاءه، وعمر يقول لي الضوء الاصفر اكثر شيء بالمطاعم دارج، فمضطرين نخلي الضوء اصفر، بس ماني حابه اني التصوير صاير مدري شلون. بنات هين مكان الغاز والجلاية، تمام؟ جلاية ايش؟ كريسبي؟ ايه خلاص خلاص
على فكرة بوجبة كريسبي، بس المشكلة يعني وجبة ما هي مستاهلة ان اعذب حالي مشانها. المهم الغاز والقلاية هاي راح يكون هين. طبعا يا بنات هاي القلاية دمار شامل، يعني توسخ بشي مو طبيعي، يعني تطرش زيت وين ما كان. فهي كانت محطوطة هين مكان هاي الخزانة، بس الحا مو حطيناها، بدنا نسوي مكان نظامي يعني شغل رسمي 100%. خلص يعني قررنا. فاحنا قبل كنا خايفين انه لا نسكر او خايفين يعني. عمورة يسلم ايديك يا الله، على فكرة بينها اطلع شي حلو. مو لا لسه على هاي. طبعا عمر ما شاء الله عليه كل نهار يزبط شغله. هذا بدنا نصبطه يجي فوقه شفاط تبع الهواء. ايه هاي راح نحط فوقها حجرة مشان الزيت الكذب. ها مثل حجرة المجلة صح؟ ايوه مثل حجرة المجلة. فصار أيوة. عندك هنا شي نظام يا بنات، كنت اجيب سفر وامدهن جوا هاي القلاية، يعني شهر وتكون السفرة ما عاد تنضف خلاص بدها كب. كنا خايفين من الطلعة يعني بيني وبينكم، فصعب الطلعة مطولة. فهاي يا بنات هاي الخزانة عن جد شقد ريحتني وماخذة غراض الدنيا. طبعا هي طويلة وشايفات هذا كله بده شغل، يعني بده ترتيب من اول وجديد. المطبخ يعني بدكم تقولون بده اعادة تأهيل، وراح احاول اسوي ديكور ومكان وهيك، وجوز هاي البرداز بدي اشيلها واسحبها. اعرف هي لسه عم نخلص زاوية زاوية. احنا يعني مو كل افكار كثيرة، بس انه كله بده شغل. ما نقدر، كله بده شغل ودعك ودنيا. طبعا يا بنات هذا ثاني يوم جي ثاني، رحنا على البيت ما قدرنا نكمل، صار لنا تقريبا 3-4 ايام بدنا نشتغل بس على مهلنا، بنفس الوقت مشينا المطعم يعني مشان الناس الزباين اذا نعطل عليهم اسبوع مشكله تكون ضيعنا الزباين اللي صار لنا فتره نجمعهم. فمشان هي بدنا نشتغل شوي شوي على فضاتي. وطوا من التليفون شوي، وطوا صوتكم. ودي معوده الجيران هيك برا. فرحة راح اشوف شنا خلصنا تقريبا السيراميك، ضل بدي بس تجي البلاطة اللي راح احطها جوا الغاز والقلاية. هاي زاد كثير مهمة، بس الحز يعني لبين ما يفصلها زلمة بدها وقت، يعني جزء لباكر ولا بعد باكر لحتى تجي. وانا جزء اختم الفيديو هذا اليوم لانه صار اليومين اصور فيه وحاجتي يعني. يا بنات اليوم ما فضينا نشتغل خالص، لانه عندي مناسب ناس موصي عليهم من البارح، يعني البارح بالليل ناس حاكيه مع عمر وصار ودي صار جهزت 4 مناسب، والحاب بيفرج مشوي وشي، فدعا تصير دوخه بقلب بعضها. يعني الابدا بالنسبه لنا بنمشي الطلبات اللي دعا تجينا مشان ما نخسر زبون مره مرتين ثلاث مثلا، يطلب ما يلاقينا خلص اخر شيء يعتمد من غيرنا. شفتوا البلاط شلون صار شيء حلو، بس لسه طبعا الترتيب ما رتبت مع الاسف، بس انه في شغلات كويسه وراح تصير حلوه. بس اهم شيء انه انا راح اكل لانه ميتة من الجوع، وبنفس الوقت جوز يا بنات هاني شايفات هاي الوقفة هي تاكل، يعني منها فتحنا المطعم انه تأذن والله وتهنى وعلى ميت مهلي، لا على الوقف بس احنا على السريع اكل، واحيانا ما اخلص يعني يكون جحد اير مستحنا نرجع بعدين اجي. نجد الابراق طالع خيال، بس يا والله طلع حلو سلم دين عمر تعذب بيو، خصوصا طلعت له فيشة كهرباء بالنص لبين ما تكسر البلاط حواليها، تعذب يعني. راح اشوفكم بعدين اكمل الشغل. صار شيء مرتب، عرفت من هذا نبدأ تنظيف تظبيط، ولو انه ايش قد ما ظبطتيهن كمستعملات كثير استعمالهن كثير يرجع توسخهم نفس اليوم. بس شوف هاي محلاها، هاي النوب جلي شطف ما يأثر ما بمشكلة. الحجرة اللي دا أقول شم مستنيت هاي الحجرة تجي من هناك، هاي حجرة مجلة يعني ما أعرف إذا فهمتم علي أو لا، من هناك لهين هذا الجهة كلها تأيش هذا المكان يتوسخ زيادة يصير زيت، فمسح ما رح ينضف مستحيل. شايفات هاي القلاية كل نهارين والثالث بدي اجديها ويرجع منظرها. هيش تعرفين يعني مطعم مستعمل كثير مشان هيش. وهذا الشفاط راح يحط له الشفاط هين مقابيل الزيت، فراح تصير شيء حلو. هذا عمر عن جد يسلم عليك، والله عن جد شيء حلو. لسه يا بنات قولهم يا جماعه هاي الزبديه الصيني، اسمعهم اسمع راح نرنها من غير مكان، راح ترن غير شيء رنه خلاص ما هي مو رنة تاني، هي حجة بحاجة هاي.
حجة بحاجة. أنا لسه هنا الشفاط. هنا الشفاط ده عقول. هنا بدها تجي. إيه صح. تمام. مشان يصير عندنا هنا. بنات بنات الخزانة. طب. روعة. هاي لسه طبعا كلها بدي ارتبها الحين بعد شوي لازم ارتب شيء يعني يكون اقل شيء نظره اخيره بس ما اكون خلصت خالص بس لازم ارتب هذا المنظر وما اعرف هنا حابه اسوي قاعده لي هذا شوفنا الشباك يجوز اشيل البردايه واخليه منظر اطلاله يعني مثلا اني اقعد قعده كيفا على قولت عمر حاطه فنجان القهوه هين مقابل الشارع بعد القهوة شغل أكابر يعني ولو إنه أنا أكل ماني فاضية أنا آكل بس يعني حتى ما قلت هي بدها أسوي قاعدة قاعدة خاصة بي حتى عمر ما راح أحط له كرسي أبدا علشان يملحق والله بس ما أعرف مع ذلك صار المطبخ واسع صار واسع وصار مرتب أكثر والحوسة شوي خفت يعني عفكم من هاي المناظرة حد قال لي شفتوها بس رح لازم أرتب يعني ترتيب كامل مرة بيروضة ولد الجيران ولد الجيران ولد الجيران ولدي اللهم صل على النبي وبالمناسبة بي بناتي ايه اشلون طاف قلب المطعم روضة عاد حولدي ما عندي حدا فولدي يحبون اللعب مع ولد الجيران حين هم يطلعون فوق حين ينزلون جوا فما بمشكلة يعني انه بالعكس هن على الأغلب التعليقات اللي تجي مثل ليش تجي مشان ولدي يعني أنا وأنا حط ولدي يعني صح فتحت المشروع بس والله ما أقدر أعيف ولدي عند حدا مستحيل ولدي صار مكبار شوي يعني إلا عدنا يعني لازم زاد أهتم بيه مثل ما أنا فاتحة مشروع ودا أهتم بيه فما أعرف إذا هذا الموضوع يزعج حدا يعني كشخصي أقول بالعكس اللي يجي يا الله يجي ما يلاقي ولاد يسأل عنهم وينهم وليش هاي الأشخاص الواقعية أما في ناس أنانية من ورا الشاشة تكتب تعليقات ما تكون حتى عندها مشاعر تخص هذا الشخص عنهم فاللي ما يحب يجي يشوف ولدي بالمطعم والله ما أتمنى إنه يجي خالص والله يسعده ويبعد بعيد 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 لأنه إيش ولدي ما أقدر لا أتخلى عنهم ولا أقدر أعرفهم بالبيت مستحيل يجوز ولدي مثلا تنفجر بيهم جرة غاز لا سمح الله يا رب دخيلك يجوز يصير زلزال ولدي وين يروحون بحالهم أحز خصوصا إحنا فوق الزلازل يعني نحس بيها أكثر من اللي بالأرض جوا يعني على أساس إحنا بالسماء المهم يعني ولدي ما أقدر وين ما أروح بدي أخذهم معي يعني مشوار هيك يعني أكون طالعة رايحة أروح على السريع وراجعة بدي أخذهم معي ما أعرف هاي شغلة زينة ولا مي زينة بس أنا أحس إنها زينة وهي مسؤولية زايدة عن الأطفال ما إنه والله أهمل المهم بزمن الكورونا ما لبست كمامش عدا ما بدأ المهم يا بنات أظلم علينا الليل لا شلون طول علينا الليل والله ما أدري في شغلة مشان تقول أزبط على هالشي بس ما عاد أتذكرها حاليا شوفن الأجواء شلون صارت طبعا هذا الرف العزيز هذا حبيت أخلي عليه الوردات لأنه مو حمل إنه أحط عليه شغلات ثقيلة أهلين الدكتورة ثريا معاكم تقدم لكم الآن وصفة طبية قلع مهنية طبعا هذا سويناه عازل بين المطعم من الجهة هذيش وطبعا هاي البرداية تسكر للأخير هاي الإضاءة تصير من برا يعني وهذا هنا طاولة للشغل وبنفس الوقت إذا بدي أحط عليها شيء شوف للي على الترتيب شوف اللي على البهارات محلاهن هذا اللون كان أحمر من كثر ما مشتغلة بيهن فجليت مظبطن البارح هل أساعدك زوجي العزيز؟ تمام؟ ما أعرف شو معرفني تمام هو تمام التمام قال أقوله أقول له تمام سعد اللي موت وصلي ولو اللي على الحلاوة شوفن عن جد على البهارات صار يشتهي الواحد يسوي بيهن شيء والدكتورة عن جد يا بنات المطبخ بلش يصير مطبخ شوف بعد ما حطيت الشفاط صرت أحس إنه مطبخ مطعم صراحة يعني عن جد شيء حلو شوفني يا بنات الحهيش مع هيش صارت كأنه ديكور واحد جاي مع بعضه هيش عاد أضبط لك إنارة هنا الله إنارة ضربة لي جاي الله وأنا أسوي هنا الركن والقعدة يا أخي أنتي ما تفكرين الركن والقعدة
حرام واحد ما يفكر غير براحته ولا شنو يعني. تمام. ومع ذلك لازم اضبط الوضع. بس يا عن جد صار شيء حلو. لسه يعني ما خلصنا شيء، بس انه شوفتن اول باول، ما شوفتن اللمسه الاخيره شلون راح تكون. بنات إذا بدي أخلص اليوم يعتبر بدي 4-5 أيام لأخلص هذا الفيديو، وشي 6-7 ساعات تقعدن يعني ليل ونهار لحتى أخلص. فالأساسيات الشيء الأساسي صار مبين. هاي الطاولة لغيتها منها لحتى أحط طاولة صغيرة وأحط كرسي ويصير قاعدة حلوة مقابل الشارع. الشغلات اللي تدخن وبخار وطبخ وريحة كلن حطيتهن مقابل الشفاط لحتى إيش يسحب ما هي إلا البخار الدسم ما يطلع على المطبخ يعني، وظل على طول متعذبة ومضافة وشي، لأنه هذا الشفاط يسحب بقوة يعني. هاي السخانة تبع التشل تحفظ الحرارة طبعا، ظللتش صاخة من الصبح للمغرب حطيتها هين. والغاز تبع الطبخ والقلاية تبع البطاطس زاد حطيتها هين. بس طبعا كله بده تنظيف وتعزيل من أول جديد، لأنه تعرف أنني كل 4-5 أيام بدي أسوي تعزيل للمطبخ. فما عارف يجوز أصور لكم فيديو ويجوز لا، أخاف يعني أقول أوعدش أنه ما أقدر أصور الفيديو، بس أنه شعبت على حسب وقتي. فما عارف حس صار شيء حلو، صار شيء خاص بي عن جد. والولاد عكسون برا وإحنا تعبنا فرطنا من التعب عن جد ورايحين على البيت، لأنه الساعة يمكن صارت 10 مدري 11 ما أعرف كده صارت الساعة. اروح الروح ويمكن اجي الساعة 9:10 لحتى اعزل، عاد ابلش تعزيل على حسب الطلبات اللي عندي. ان شاء الله اني اقدر اصور، لانه حابة اشوفكن الشكل النهائي بعد النظافة يعني. كثير متحمسة اشوف المنظر شلون صار يعني. الحا صح ما بشي مرتب، بس حس المكان صار حلو، صار يجنن. وزاد في شغلة ثانية بدي اغير المجلة وراح اشوف ايش راح اسوي زاد هنا. بس طبعا مو بنفس اليوم، كله بده ايام، بده وقت، بده تعب، بده جهد. طبعا يا بنات اقدر اقول لكم صار عندي مطبخ مثل العاده الحمد لله رب العالمين. بالبدايه كان الموضوع جدا صعب، وكنت كرهانه هالمشروع بسبب المطبخ لانه ما بعده كامله. الخزن هين حطيت به ان العده تبع الطبخ وتبع المطعم ومليانات مليقره. فما عارف عادينا نشوف ان شاء الله، الله ييسر لنا. والله ان شاء الله ادعوا لنا يا حبايب قلبي امانه، لانه احنا صح ناجحين الحمد لله رب العالمين بهالشغله، بس الواحد يطمح للاكثر وللاكبر. وان شاء الله السنه الجايه راح يكون شيء غير هذا الشيء. طبعا انا ماني مقرر انه والله خلص يعني هذا وبس يعني، بعد 4-5 أشهر يجوز بعد سنه راح اخذ قسم كبير واسوي بيه الشغلات اللي انا بدي اياها والشغلات اللي حتى انتم بدكم تفكرون بيها. بس طبعا بالبداية الواحد ببلش الدرج خطوة خطوة، لا درجة درجة. المهم فلا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركون بالقناة إذا مو مشتركين، واستنوا الجزء الثاني على الجولة الأخيرة إن شاء الله أقدر أصورها. وإن ما قدرت أصورها بأي فيديو راح أصوره بعد هذا راح أشوفكم المطبخ شلون صار. أحبكم كثير، ولهنا أقول لكم مع السلامة، شوفوا على خير.